السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي احنا عندنا في ذكاء صناعي ضخم اللي ليم، وده لو سالت اي سؤال الناس حطت فيه كل كتب مثلا الفلك وعلوم الجيولوجيا والقصص والتواريخ والموسيقى، يعني كل الكتب اللي بيلاقوها بيبداوا ان هم يحطوها صح غلط. احنا بنحط الكتب تمام، لذلك انت ممكن تساله سؤال فهو يجاوب من كتاب في معلومات قديمه او معلومات مغلوطه فتجيلك الاجابه مغلوطه، فلازم تخلي بالك من النقطه زي كده. في ناس بدات تقول له ايه، طب انا هعمل ذكاء صناعي ضخم قوي دوت، انا هقول له خصص لي في جزء معين، يعني ركز لي على جزء معين وركز فيه. يعني لما اسالك اي سؤال ما تجاوبليش حاجه ليها علاقه بالفلك، انا راجل مش مهتم بالفلك، انا راجل مهتم بالادب، فالاجابه بتاعتي حتى لو بسالك المسافه بين الارض والقمر ما تقوليش رقم، لا قول لي مثلا قصه معينه حاجات زي كده. فهي دي الفكرة. في بعض الناس، علي مثلا، علي أسعد، بدأ ان هو يقول له اتخصص في قصص وحكاية الأطفال، فعمل هسيب لكم الرابط وهقول لكم ازاي نتعامل يعني يوزر كمستخدم مع حاجة زي كده. طيب هنا مثلا اهي قصص أطفال، هو هنا بدأ يتخصص في قصص أطفال، يعني مش هيجيب لي قصص كبار، لا هي قصص أطفال، مش هيجيب لي أي معلومة غير الأطفال. اقول له ارغب في سماع قصص دي امثله، انت ممكن تكتب له اي حاجه انت عايزها وهيجاوب على قصص الاطفال بس، يعني تخصص في قصص الاطفال. طيب ممكن اقول له مثلا انا عايز قصه تقليديه من منطقه الخليج العربي، يبدا ان هو يدور ويجيب لي القصه ويجاوب عليها. تمام، بدا يجيب لي قصه الصياد والشبح والحاجات دي كلها. لو انت اديته نفس السؤال مش هيجيب لك نفس الاجابه، لان هو بيدور في الاف الكتب الخاصه بالاطفال. تمام، لو جينا هنا على العلامه ديت، تمام، بيقول لي اشرح لي بقى اباوت، يديني معلومات عن الشات الصغير المتخصص في قصص الاطفال. تمام، في ده الاي، يعني لو انت عايز ان هو يعمل لك صور تقدر انه يعمل لك صور. علي اسعد عمل اسلامك لايبراري وعمل قصص الاطفال. تمام، دي القصه هيت، ممكن توقف الفيديو وتقراها. في برضو واحد تاني، تمام، اي اي نيم كرافت، بيقول لك ايه، هنبدا نعمل القصه مع بعض، انت اسمك ايه مثلا، اسمي حسن، او ممكن تكتب له انا اسمي معاذ مثلا، ماشي، تكتب له الاسم اللي انت عايزه، هو بقى ايه يبدا ياخد الاسم دوت، وممكن يسالك بعض اسئله كتير. انت عايز بطل القصه، طب قول لي بقى لون عينيك ايه. تمام، لون عيني اسود عسلي. تمام، ولون شعري، ممكن تكتب له كل البنات مره واحده، لون شعري كذا، ولون شعري اسود قصير اقرع اصلا وعمري طبعا عشان الاطفال نخليها مثلا 8 سنين مثلا، ربنا يسامحنا على كده دوت، ماشي. هيبدا بقى ايه يرسم لك الصوره وبعد كده يعمل لك المغامره وهكذا. قلعه الاطفال، قلعه الفرسان، ماشي. طيب هل احنا لازم ندخل على الصفحه دي عشان نعمل كده، ولا نقدر ان احنا نعملها اوتوماتيك؟ طيب ممكن نيجي على شات جي بي تي اهوت العادي خالص، ماشي، ممكن اقول له ايه، اريد منك قصه عن مغامره لطفلين توامين مصريين من القرن 21 ذهب في آلة زمن لمصر القديمة وعصر الأسرات وقابلوا الملك أحمس. طيب هجيب لك قصة حلوة، تمام، انا واثق، ماشي، بس لو هو جاب لي قصه فيها يعني قول له لا شيل لي دي حط لي دي، يعني تقدر تقول له اكتب لي القصه دي بس شيل لي منها الكلمه دي. تمام، فتقدر كانك انت قاعد مع واحد صديقك عمل حاجه معينه، فبعد ما تقراها تقول له لا غيرهم لي، خليهم الاثنين مثلا شباب او الاثنين بنات، ماشي. اريد القصه البطلين مثلا اسمهما
حسن وحسين مثلا، ماشي. تبدأ تختار الاسم اهو قبل القصة بقى، وبدأ ان هو يعني تقدر تقول انه يكتبها بشكل اخر، هيعمل بعض التعديلات وهكذا. ممكن تقول له لا شيل لي جزء العنف مثلا، او في كلمات معينة اكتبها تاني. دي الفكرة، يعني الناس تقول لك انا جربت الذكاء الاصطناعي والنتيجة طلعت بايخة او اي كلام او مش حلوة، مش من اول مره بتيجي. انت لما تروح لاي حد وتقول له اعمل لي مثلا صوره او اعمل لي قصه، مش من اول مره بتيجي تطلع زي ما انت عايز. لازم انت تقول له لا شيل لي دي حط لي دي، فاعتبره واحد صاحبك وقول له معلش حط لي دي، لا مش هو ده اللي انا اقصده، لا انا اقصد كذا انا اقصد كذا، لحد ما توصل للي انت عايزه. يعني دي حاجه رهيبه جدا، ان انت بتخليه يحط لك القصص تمام اللي انت عايز تستمتع بيها، او عايز تحكي لأطفالك قصص معينة. فممكن تقول له احكي قصة تعلم قيم إسلامية مثل كذا، الصدق مثلا. بدأ وخد القصة، يعني المثل الحديثه في شات جي بي تي ان هو بيتذكر الكلام، يعني هو افتكر حسن وحسين وبدا ان هو ياخدهم معاه في القصه. ما رجعهمش في آلة الزمن، لكن خلاهم هم ابطال القصه اللي موجوده، تمام. ف ابدا بقى استمتع بالشات جي بي تي يحكي لك قصص. ما تجربوش في النكت، يعني النكت ده علم، انا قريت كذا كتاب في علم النكت، تمام. فهو حتى الان مش قادر يفهم منطقيه النكت، مش قادر يفهم ان في نكته ممكن تنفع بالانجليزي لكن عشان التركيب اللغوي بتلعب على التركيب اللغوي، لكن لو ترجمت للعربي بتفقد معناها، يعني تمام. في كلمات معينة هو أصلا نقطة على كلمة معينة، فلما ترجمت ما بقتش فاهم هو يقصد إيه. فإنما في القصص هو ما شاء الله كويس، وممكن تقول له عدل لي دي اعمل لي دي لحد ما يعمل لك قصة كويسة. ممكن بقى تمسك كل جزء منه وتروح مثلا لبرنامج يقول له اعمل لي الصورة الفلانية، يعني الفقرة دي اعملها لي صورة، الفقرة دي اعملها لي صورة، وهكذا لحد ما يطلع معاك قصة مصورة مكتوبة بشكل كويس. انت بس كل عليك ان انت بتدير القصة، او انت الزبون اللي بتخليه يألف لك القصة ويألف لك الصور. وبالتوفيق دايما ان شاء الله.